النهارده كان في لقطه حلوه قوي. محمد ممدوح لاعب في حرس الحدود بيسجل هدف، فرقته فازت على مصر المقاصه النهارده 6-2، بيسجل هدف بيروح يحتفل بالهدف مع والدته. مشهد حلو قوي بتشوفه في ملاعب اوروبا بس ما تشوفوش كتير في الملاعب المصريه. راح احتفل مع والدته، والدته الست المصريه الاصيله الجميله زي كل امهاتنا، راحت بالفرحه تزغرط فرحانه لابنها. مشهد مؤثر جدا، صوره امام حضراتكم اهي، مشهد مؤثر. انا بحب المشاهد دي قوي، بحبها عشان هي موجوده في العالم كله بس احنا بخله فيها شويه. ما اعرفش بقى بخله في اللقطات بتاعت الكاميرات، بخله انه مش كتير قوي من الاسر بتبقى موجوده في المدرجات بتساند اولادها. هو بتلقائي راح لوالدته، والدته بتزغرط من الفرحه. حلوه قوي قوي الصوره قوي. يا بختك يا عم محمد، يا بختك، ربنا يحفظها لك يا رب. كابتن محمود ممدوح، محمود ممدوح على فكره لاعب جيد كمان في حرس الحدود، الكلام عنه دايما كلام كويس. بص الصوره حلوه ازاي. طيب معايا عبر الهاتف الان كابتن محمود ممدوح صاحب الصوره العظيمه دي مع والدته، ربنا يا رب يحفظها لها يحفظها له. كابتن محمود ممدوح لاعب حرس الحدود، يا كابتن محمود الف مليون مبروك مبدئيا الفوز النهارده. ربنا يبارك في حضرتك، ربنا يخليك يا كابتن. والصوره كانت حلوه قوي، ربنا يخليك والله يا كابتن. احكي لي بقى على كلامك المحترم، احكي لي بقى، هي والدتك على طول معاك في المباريات، المشهد ده مكرر؟ مش شفناه لاول مره بس انا حسيت ان هو مكرر من كذا مره. هو المشهد دوت هي معايا من وانا طفل، ومن وانا في قطاع الناشئين على طول معايا في التمرين في الماتشات، دايما مسنداني والله. يعني حتى وانا كنت صغير كانت دايما بتيجي معايا الماتشات والتمرين، وحتى لما طلعت الفيرست تيم كانت بتجيلي كل الماتشات، يعني حتى في الدوري الممتاز جات لي، وفي الدرجه الثانيه برضه جات لي. يعني هي ماشيه معاك في التدريبات وانت صغير وانت ناشئ، بتروح معاك المران في المباريات كل حاجه. بتيجي معايا كل حاجه، في كل في كل مكان كانت بتيجي معايا، حتى لو في عين الماشين كان في ماتش بره اسكندريه كانت بتيجي معايا فيه برضه. اصل هو في مثلا ايه امهات تقول لك ايه يا عم، لا الاستاد الاجواء صعبه، في جماهير كتير، في ضغط، في عصبيه من مدربين ولاعيبه، لا انا ما اروحش يعني، ما خلاص انا هدعي له وانا قاعده في البيت. لا بالعكس، هي كانت حتى لما كان في ايام فيها شتاء كانت بتيجي برضه، كانت بتيجي على نفسها عشان يعني كانت ايام بتبقى فيها شتاء كانت بتجيلي. انت النهارده على طول رحت لها بعد الانتصار والزغلوطه الحلوه اللي كانت في المدرجات دي، اكتر حاجه لفتت نظري، عشان كده حتى كنت بقول للشباب النهارده لازم محمود يخش معانا يعني. والله يعني دي اقل حاجه ممكن اقدمها لها على الجمال الكتير اللي هي كانت بتعملها لي وانا صغير حتى لحد الان. انت كنت بادئ مع مين اصلا يا محمود؟ بادئ مع فرقه ايه؟ لا انا من ناشئين النادي. من ناشئين النادي؟ فهي من اول يوم معاك في النادي؟ من اول يوم يعني كانت بتيجي، وكان مثلا كان عندها تمرين بيبقى الساعه 7 الصبح، كانت بتصحى قبليه تحضر لي الفطار وتجهز لي الشنطه وناخد بعضنا وننزل. بتقول لك يعني هي بتقول لك نفسي اشوفك فين وهي بتدعي لك؟ هي على طول بتقول لي نفسي اشوفك شبه محمد صلاح. شبه محمد صلاح؟ ده هتفرحها قوي طبعا، دي ساعتها تفرح بيك قوي. لما بتعدي عليك ايام مثلا مودك وحش، لا قدر الله خسرت ماتش، ما كنتش موفق، بتقول لك ايه وقتها؟ والله في المواقف اللي زي دي يعني هي بتعرف تحتويني بصراحه. تقول لي ما تزعلش نفسك، ربنا رايد كده، الحمد لله حمد ربنا، ان شاء الله تعوضه في اللي جاي. لو مثلا ماتش ما جبتش فيه جون تقول لي ايه الاشكال، مش مهم. عادي هتجيب تاني، انت واثق في نفسك واثق في قدراتك، اهم حاجه ان انت طالع سليم الحمد لله، ما تزعلش نفسك. والله يا محمود يعني بص انا مش قادر اقول لك غير ربنا يا رب يحفظها لك ويبارك لك فيها، وان شاء الله ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمك. بس انت خدت انذار بعد الاحتفال ده صح؟ ليه بقى خدت انذار؟ الحكم ده انا ما اعرفش السبب، هو انا ما سالت الحكم قال لي ده قانون، وقلت له انا ما كنتش اعرف. عشان انت طلعت، عشان انت طلعت على المدرجات يعني. قال لي ده ما ينفعش، قلت له والله انا ما كنتش اعرف. قول له عديها لي يعني، عديها لي راح. نعم قول له عديها لي يعني، راح لوالدتي يعني. كنت عايز اقول له كده بس بس القانون، لا الراجل انا بهزر بس كده، في الاخر الحكم ليه ان هو يطبق القانون يعني في كل الاحوال يعني. الحمد لله يعني، الحمد لله كده اي حاجه صح كده، عندك حق. كابتن محمود ممدوح لاعب حرس الحدود، انا بشكرك شكرا جزيلا.
مشاهد رائعه والله، حاجات حلوه، حاجات تفتح النفس يعني، حاجات تفتح النفس.